السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنكمل باقي محاضرة الـ Maternal and Child Health Care. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الـ Domiciliary Visits أو الزيارات المنزلية في الـ Antenatal Care. At least one home visit by the midwife or health visitor. لازم يتم زيارة الأم قبل الولادة على الأقل مرة واحدة من خلال الـ Midwife أو الهيلث فيزيتور. طيب الزيارة دي بتبقى فايدتها ايه؟ بتبقى فايدتها ان الميد وايف او الهيلث فيزيتور دول يروحوا هناك ويشوفوا الانفيرومنتال اند سوشيال كونديشن، يشوفوا الحالات البيئية، الحالة البيئية والحالة الاجتماعية اللي الست دي عايشة فيها، وهل هي ملائمة للحمل ولا لا. To reassure the family members regarding the safety of services، وأتأكد من إن كل أفراد العائلة بيلتزموا بإجراءات ومعايير الأمان اللي تحافظ على حمل الأم آمن وسليم. طيب بعد كده الـ prenatal advice، إن الميدوايف أو الـ health visitor أو الدكتور ذات نفسه يبدأ ينصح الأم. يبدأ ينصحها بإيه؟ ينصحها بحاجات ليها علاقة بالأكل. يقول لها إن هي لازم تكتر في الأكل. The caloric needs increase by 300 kcal per day. يعني إن الأم كل يوم في أكلها بتبدأ تزود 300 كالوري عن اليوم اللي قبله. And additional allowance of 14 gram of protein per day during second and third trimester. في أول 3 شهور وفي تاني 3 شهور، يعني في أول في تاني 3 شهور وفي تالت 3 شهور، يعني في آخر 6 شهور من الحمل، لازم الأم تبقى كل يوم بتزود 14 جرام بروتين في الأكل. النهاردة كانت 14 جرام، بكرة تاكل 28 جرام، وهكذا. تفضل كل يوم تزود 14 جرام بروتين في الأكل في السكند أند ثيرد تريمستر. طيب كمان أنصحها حاجات يكون ليها علاقة بالبيرسونال هايجين، الريجولار باثينج والكلين كلوذينج والأورال أند دنتال هايجين، عشان تلتزم بالنظافة الشخصية فيبقى صحتها كويسة وما تتعرضش للإنفكشنز. تنصحها بإن هي ترتاح وتاخد قسط كافي من النوم، وكمان تبدأ تتمرن تمرينات بسيطة. أفضل تمرين للست الحامل هو التمشية، إن هي تتمشى كده على خفيف على قد ما تقدر عشان تحافظ على صحتها. Advise regarding the use of drugs، لو هي بتاخد أدوية معينة أمنعها منها، لأن في بعض الأدوية ممكن تسبب مشاكل في الحمل. Some drugs can affect the fetus in pregnancy، في بعض الأدوية ممكن تأثر على الجنين في أثناء الحمل. And affect the infant if taken during lactation and should be avoided، وفي بعض الأدوية حتى بعد ما الطفل بيتولد بتنزل في اللبن، ولما بيجي وقت الرضاعة بيقوم الدراج ده ينزل مع اللبن ويسبب للإنفانت مشاكل. ففي بعض الأدوية لازم تتبطل أثناء البريجنانسي وأثناء فترة الرضاعة أو اللاكتيشن. Advice regarding warning signs، بقول للأم دي إن في أعراض معينة لو بدأت تظهر عليكي لازم تروحي للدكتور فورا، لأن هي أعراض خطيرة. Swelling of feet، إن رجليها تبدأ تتورم، ده معناه ان هي هتبدأ تخش في pregnancy toxemia. تمام، هتبدأ تخش في pregnancy toxemia، هي في pre-pregnancy toxemia. fits او convulsions، بعض الرعشة. severe headache، صداع شديد. الرؤية مزغللة، blurring of vision. بدأت تعمل discharge او bleeding من الفاجينا. تمام، بدأت تنزف او تعمل discharge من الفاجينا. أي أعراض غير مألوفة للست دي، cessation of fetal movements، إن حركة الجنين لما كانت بتحس بحركة الجنين جوه بطنها بدأت ما تحسش بيها خالص. تمام، لو حركات الجنين انقطعت لازم تروح تكشف فورا وتطمن على صحة الجنين. lower abdominal pain، external trauma، كل دي أعراض لازم الست لو حست بيها أثناء الحمل تبدأ تستشير طبيب فورا. Advice regarding child care. Advice regarding child care. تهتم بالnutrition education، تهتم بموضوع التغذية، وكمان تهتم بموضوع الهيجين، النظافة الشخصية والchild bearing. Other advice
as for treating constipation by high fiber diet, restriction of intercourse during last trimester. بعض النصائح التانية كمان اللي تنصحها في الأم إن هي لو جالها أي constipation لازم تكتر من الفايبرز أو الألياف في الأكل عشان يبدأ يخف الكونستيبيشن ده، والأفضل إن هي ما تستعملش أي أنتي دايريال دراجز، لا تعالج الكونستيبيشن بالهاي فايبر دايت، وتمنع السيكشوال انتركورس تماما في آخر 3 شهور من الحمل. تمام، ريستريكشن اوف انتركورس ديورينج لاست ترايمستر. طيب، وكمان اخليها تعمل سبيسيفيك هيلث بروتكشن ضد حاجات معينه، سبيسيفيك هيلث بروتكشن ضد حاجات معينه. لازم احميها ضد الانيميا، انصحها بان هي تزود سبلمنتيشن للفوليك اسيد والايرون في الاكل بتاعها، زود فوليك اسيد وحديد في الاكل بتاعها عشان ما تتعرضش للانيميا. Associated Nutritional Deficiency، أمنع إن يحصل لها نقص في العناصر الغذائية. Toxemia of Pregnancy، ودي قلنا من ضمن أعراضها إن يكون في swelling of food swelling of feet، وكمان يكون في Albuminuria. كمان أحميها من التيتانوس بالتطعيمات، وأحميها من السيفلس والجيرمان ميزلز، وأحميها من موضوع الـ RH status. ده خلاص الموضوع الـ RH status ده اتكلمنا فيه كتير، وموضوع ال RH positive وال RH negative، وان الطفل لما بيجي يتولد هيكون RH positive والام negative، يبدأ الجسم يكون ضد اجسام مضادة، نبدأ ناخد بالنا من الطفل التاني احسن يكون RH positive ونديها anti immunoglobulins. خلاص احنا اتكلمنا في القصة دي كتير، يبقى احميها من الانيميا وال associated nutritional deficiency والتوكسيميا of pregnancy والتيتانوس والسيفلس والجيرمان ميزلز، واتأكد من ال RH status. طيب، كمان منتال بريباريشن، ان هي تهيئ الام دي نفسيا ان هي هيكون عندها طفل وانها تولد، ولازم تكون فاهمه الموضوع ده وتكون عارفه ازاي هتتعامل مع الولاده وازاي هتخلص الحمل بتاعها وازاي هتتعامل مع الطفل ده لما يتولد. كمان انك تنصحها بالسبيسنج اوف بيرثز او البعد من المواليد، يعني ما ينفعش الست تبقى كل سنة بتخلف كل سنة بتخلف كل سنة بتخلف، لا، أقل مدة للفصل ما بين طفلين هي سنتين، يعني لازم تفصل ما بين كل طفل والتاني سنتين على الأقل. طيب، دلوقتي خلصنا الأنتينيتال كير اللي هي رعاية الأم قبل الولادة، دلوقتي عندي الإنترانيتال كير، دي اللي هو هرع الأم أثناء الولادة، يبقى الإنترانيتال كير هي رعاية الأم أثناء الولادة. طيب، المكان اللي الست دي هتولد فيه ممكن يكون في البيت، ممكن تولد في البيت على إيد ميدوايف أو قابلة، وممكن تولد في هيلث كير سنتر، ممكن تولد في مركز رعاية صحية، لكن الاتنين لازم يكون فيهم الإمكانيات الآتية. يعني لو هي البيت عندها فيه إمكانيات كويسة ممكن تولد فيه، لو لا يفضل إن نوديها هيلث كير سنتر. طيب، المفروض المكان اللي هيحصل فيه الولادة ده يوفر إيه؟ يوفر أسبسس، تمام؟ يكون فيه أسبسس، يكون معقم وطهر كويس ومش معرض لحدوث إنفكشن. مينيمم إنجري تو ذا ماذر أند نيو بورن، يضمن إن ما يحصلش أي جروح أو أي مشاكل للأم أو للطفل. Preparedness to deal with complications، يكون المكان مهيأ إن هو يتعامل مع أي مضاعفات ممكن تحصل. لازم المكان يكون فيه أجهزة تنفس صناعي وأقدر إني أنقل فيه دم لو احتجت. المهم إني لو حصلت أي complications أو أي مضاعفات من الحمل لازم أكون على أتم استعداد إني أتعامل معها. طيب، لما الطفل بيجي يتولد لازم أهتم بالطفل أثناء الولادة عن طريق الريسوسيتيشن، الكارديوبالمونري ريسوسيتيشن. لو الطفل مولود ما بيتنفسش أو في مشكلة عنده لازم أعمل له ريسوسيتيشن، أخد بالي وأنا بقطع الحبل السري الأمبليكال كورد، كير أوف كورد، وكمان كير أوف أيز، بديله قطرة مطهرة في عينه عشان أحميه من الجونوكوكال أوفثالميا. تمام، احميه من الجونوكوكال اوفثالميا. يبقى اسبسس، مينيمم انجري تو ماذر اند نيو بورن، preparedness تو ديل وذ كومبليكيشنز، كير اوف بيبي ات ديليفري فيا ريسوسيتيشن، كير اوف كورد اند كير اوف اي. طيب،
دلوقتي الأم خلاص ولدت، دلوقتي أنا عايز أهتم بالأم والطفل اللي لسه مولود ده، الطفل حديث الولادة ما بعد الولادة، care of the mother and newborn after delivery، وبسميها postnatal care. postnatal care. طيب عندي أول حاجة الـ care of mother، إزاي ههتم بالأم، إزاي هرعى الأم صحية، to prevent complications of postpartum period، إني أحميها من أي مضاعفات ممكن تحصل لها ما بعد الولادة، زي الـ purpural sepsis، تمام، زي الـ purpural sepsis، زي الـ thrombophlebitis، زي الـ secondary hemorrhage، زي الـ urinary tract infection والمستيتس. طيب to restore the health of mother، إني أخليها تعمل recovery وتستعيد صحتها من الحمل سريعا. check the adequacy of breast feeding، إني أشوف هل الأم دي نزل عندها لبن وهتقدر إن هي تعمل breast feeding ولا لأ. كمان أنصحها نصائح عن البريست فيدنج، وإن هي تبدأ تعمل breast feeding للطفل من أول ساعة من الولادة، تمام، وتبدأ إن هي تلبي احتياجات الطفل من الرضاعة. provide basic health education to mother and family، تبدأ توعي الأم دي وتوعي العائلة كلها إن هم إزاي يتعاملوا مع الطفل وإزاي يوفروا له رعاية صحية جيدة إلى آخره. complications of postpartum period، إيه هي المشاكل اللي ممكن تحصل للأم بعد الولادة؟ البيربورال سيبسس، حمى النفاس، الثرومبوفليبايتس، secondary hemorrhage، ممكن يحصل نزيف بسبب جرح مثلا حصل أثناء الولادة. others as urinary tract infection، ممكن يحصل لها urinary tract infection، ممكن يحصل لها mastitis، ده بيبقى التهاب في البريست بسبب احتباس اللبن فيه. طيب restoration of the health of mother through، انك تبدأ تخلي الأم تعمل recovery بشكل سريع من الحمل، ازاي؟ باني اعمل post natal visits، باني الميدوايف او الهيلث فيزيتور تبدأ تزور الأم دي في اليوم الأول والثالث والخامس والسابع بعد الولادة، تمام؟ يبقى الأم دي ولدت، لازم يتم زيارتها من midwife أو health visitor في اليوم الأول من الولادة، واليوم الثالث واليوم الخامس واليوم السابع. postnatal exam، أعمل لها اختبارات عشان أشوف لو حصل بسبب الحمل أي أنيميا أو أي malnutrition. postnatal exercises، اخليها تبدأ تعمل تمارين خفيفة على حسب حالتها الصحية، وكمان psychological support. كمان ال basic health education، اني ابدأ اوعيها واعلمها عن الهيجين، لازم تهتم بالنظافة الشخصية ونظافتها ونظافة الطفل. feeding of mother and infant، التغذية الكويسة السليمة للأم والطفل، وان هي تبدأ تعمل breast feeding كل ما الطفل يحتاج، وكمان بتعمل له بريست فيدنج في اوقات معينه عشان تتاكد ان هو بيتغذى بشكل سليم، وهي ذات نفسها تبدا تاكل كويس عشان تعمل ريكفري من الحمل. importance of postnatal examination، اني اوعيها عن اهميه الاكزامينيشنز اللي انا بعملها لها دي، ولازم هي تبقى مدركه اهميتها عشان تهتم بيها وما تستهترش بيها. birth registration، اني اسجل الطفل اللي اتولد ده واطلع له شهادة ميلاد. importance of visit to well baby clinics، اني اخلي الام دي تاخد الطفل وتبدأ ان هي تزور عيادات الاطفال حديث الولادة عشان يبدأوا يتابعوا الصحة بتاعته ويعملوا له periodic examinations ويتأكدوا من صحته. care of newborn، دلوقتي انا اهتميت بالام، دلوقتي انا عايز اهتم بالطفل، طبعا زي ما قلنا ال resuscitation والكير اوف كورد والكير اوف ايز والكير اوف سكين، كمان بعمل اكزامينيشن للاب نورماليتيز لو في اي مشاكل او في اي كونجينيتال انوماليز عند الطفل ده، لازم ادور عليها واحاول اني اعالجها قدر المستطاع، زي السيانوزس، زي الديفيكالتي اوف بريذنج، ان الطفل ده مش عارف يتنفس كويس، امبيرفوريت انس، ان الطفل ده ما تكونتش عنده فتحة الانس، persistent vomiting sign of cerebral irritation such as convulsions، ان الطفل ده يبقى عنده convulsions او تشنجات. دي كل الابنورماليتيز او الكونجنتال anomalies اللي ممكن تحصل للطفل، يبقى cyanosis، difficulty in breathing، imperforate anus، persistent vomiting، sign of cerebral irritation زي الconvulsions. طيب
بعد كده عندي significance of infants and under 5 children age groups. ايه هي اهمية الرضع واهمية الاطفال تحت سن 5 سنين؟ طبعا الجروبز دي انا بهتم بيهم جدا وبيبقوا مهمين بالنسبة لي، لان عددهم كبير في العالم، تمام، عددهم كبير بيمثلوا نسبة كبيرة من سكان العالم، وكمان دول vulnerable group، معرضين ان هم يتصابوا بالامراض ويتصابوا بالاكسيدنس بشكل اكبر من غيرهم. وطبعا سيبك من الارقام دي، ملهاش اي لازمة. طيب بعد كده عندي child health care. child health care رعاية الطفل بقى، يعني خلاص اتكلمنا بقى فيه الكفاية عن رعاية الام والبوست نيتال كير والانترا نيتال كير والانتي نيتال كير والماذر هود كير. طيب دلوقتي هنتكلم عن التشايلد هيلث كير. ايه هي وظائف التشايلد هيلث كير، او ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها للطفل؟ كير ان إلنس، لو في اي مشكله حصلت له اعالجها، ادكويت نيوتريشن، اغذيه بشكل كويس، immunization، اقدم له التطعيمات من خلال برنامج التطعيمات اللي اتكلمنا عنه اللي هو الـ EPI والـ health teaching او الـ health education. طيب تعال نتكلم عنهم بالتفصيل. اول حاجة الـ care and illness، رعاية الطفل لو حصلت له اي امراض. بيقول لك ان 70 ل 90% of the care of sick children can be handled in primary health care. يعني 70 ل 90% من حالات المرض اللي بتحصل عند الأطفال أقدر إني أتعامل معاها وأعالجها في البرايمري هيلث كير من غير الحاجة لمستشفيات كبيرة أو إمكانيات كبيرة. يعني أغلبية المشاكل اللي بتحصل في الأطفال بتبقى مشاكل بسيطة أقدر إني أعالجها في البرايمري هيلث كير سنترز، ودي بتكون نسبتها من 70 ل 90%. طيب كمان الـ adequate nutrition، تقديم التغذية والعناصر الغذائية بشكل كويس للطفل عن طريق nutrition education of the mother. أعلم الأم وأقول لها إزاي تبدأ إن هي تأكل الطفل وإزاي ترضعه وإزاي تتعامل معاه في كل احتياجاته الغذائية. nutrition supplementation، إني أبدأ أقدم له فيتامينات ومينرالز ياخدها مع البريست فيدنج، واعمل له وينينج صح، وابدا اقدم له اكل جنب البريست فيدنج عشان ياخد كل العناصر الغذائيه اللي محتاجها. نيوتريشنال ريهابيليتيشن، لو في اي مشاكل في التغذيه سواء اوفر نيوتريشن او اندر نيوتريشن ابدا اني اعيد تاهيلها واظبطها. طيب بعد كده تالت حاجة الاميونايزيشن او التطعيمات اللي لازم اديها للطفل، ودي خلاص خدناها في الـ expanded program of immunization. طيب the road to health card، the road to health card، كل طفل بيبدأ يتعمل له بطاقة صحية. هدف البطاقة الصحية دي ان هي توفر للطفل رعاية صحية متكاملة، توفر للطفل رعاية صحية متكاملة، وكمان تضمن له افضل نمو وافضل تطور. طيب ايه النمو ده؟ النمو هو ان الطفل يبقى حجمه بيزيد بشكل طبيعي، يبقى طوله ووزنه ملائمين لسنه، يبقى بيطول بشكل طبيعي وحجمه بيكبر بشكل طبيعي، وزنه بيزيد بشكل طبيعي. اتاكد ان الطفل عنده adequate growth and development واقدم له comprehensive health care. طيب ايه الديفلوبمنت او التطور ده؟ ان الطفل ده بدأ يزيد في الخبرات، في السكيلز، او في الـ وفي الفانكشنز، في الوظائف، في السكيلز وفي الفانكشنز. يعني الطفل ده عقله بيتطور ولا لا، الطفل ده بيتطور ذهنيا ولا لا، بدأ ان هو يتكلم، بدأ ان هو يتحرك، بدأ ان هو يقدر يعمل شوية وظائف ويكون عنده شوية خبرات يقدر يعملها ويكتسبها. والجروث اند ديفلوبمنت دول مش حاجة فيزيكال بس، يعني مش من ان الطفل يكون سليم من الناحية الفيزيكال بس او بيتطور من الناحية الفيزيكال بس، لا، ده ليه علاقة بالانتلكشوال اسبكت، الجانب المعرفي، والايموشنال اند سوشيال اسبكت. يبقى لازم اضمن الادكوت جروث اند ديفلوبمنت للطفل من ناحية كل الاسبكت اوف جروث اند ديفلوبمنت. طيب كير اوف لو بيرث ويت، لو الطفل مولود بوزن قليل لازم اني ابدا اتعامل معاه بشكل سليم واغذيه كويس عشان ازود من وزنه. لو الطفل اتولد اثناء الولاده اتولد اقل من 2.5 كيلو،
ده كده بسميه ان هو لو بيرث ويت، يبقى الطفل لازم يكون وزنه فوق الاتنين كيلو ونص، لو اقل من 2 كيلو ونص يبقى الطفل ده عنده لو بيرث ويت. طيب ايه اسباب اللو بيرث ويت؟ ليه الطفل ممكن يتولد اقل من 2 كيلو ونص؟ اول حاجة من ناحية الام، الناحية الماترنال، ماترنال مال نيوتريشن اند انيميا. دلوقتي الام دي لو ما بتتغذاش كويس يبقى مش هتدي غذاء كويس للطفل من البلاسينتا، يبقى الطفل مش هيتغذى كويس، هيتولد وزنه قليل. ماترنال موربيديتي، لو الام دي عندها اي امراض هتؤثر على صحة الجنين ووزنه. زي ايه؟ زي الهارت ديزيز، ان الام دي يكون عندها مرض في القلب، توكسيميا اوف بريجنانسي، دايابيتس، ويوتراين مال فورميشن. كل دي حاجات ممكن تأثر على وزن الجنين أو وزن الطفل حديث الولادة. maternal morbidity زي الهارت ديزيز والتوكسيميا اوف بريجنانسي والدايابيتس اند يوتراين مال فورميشن. طيب بعد كده الفيتال، ان يكون في هايدرامينوس، في ميه ضغط على الجنين فمش مخلياه قادر ان هو يتغذى بشكل كويس، وكمان التوينز التوأم بيبقوا هما الاتنين موجودين مع بعض، فبيبقوا بيستهلكوا الغذاء من الأم بشكل كبير، والغذاء بيتوزع عليهم هما الاتنين، وما بيقدرش كل واحد منهم إنه يكتسب قدر كبير من الغذاء. طيب البلاسينتال، من ناحية البلاسينتال، إن حصل premature separation of the placenta أو placental insufficiency، مش قادرة تمرر الغذاء بشكل كويس للجنين، يبقى premature separation of placenta أو placental insufficiency. طيب بعد كده السوشيال، السوشيال ايه الحاجات الاجتماعية اللي ممكن تأثر على وزن الطفل؟ أول حاجة الphysical labor in late pregnancy، إن الأم دي في المراحل الأخيرة من الحمل كانت لسه بتشتغل ولسه بتؤدي وظائف ولسه بتعمل مجهود بدني، فده هيؤثر على وزن الجنين. كمان التدخين والبور هاوسنج واللو سوسيو ايكونوميك ستيتس والريبيتد بيرثز، ان مفيش انترفال، مفيش مسافة كبيرة ما بين كل طفل والتاني، الأم كل سنة بتحمل، فبالتالي مخازن الغذاء بتاعتها شغالة تستنفذ من كل طفل أكتر من الطفل اللي قبله، فالطفل بيجي خلاص بيلقى المخازن بتاعت الأم مستنفذة، ما بيعدلهوش أكل كويس أو غذاء كويس من خلال البلاسينتا، فبيتولد بنقص في الوزن. shorter inter pregnancy intervals برضو نفس القصة، إن مفيش مسافة بين كل طفل والتاني، قلنا أقل مسافة لازم تبقى ما بين الطفل والتاني لازم تكون سنتين. efforts should be made to prevent low birth weight through maternity care and intervention programs. طيب بعد كده الـ infant feeding أو الـ breast feeding أو الرضاعة، دي ليها مميزات للأم وليها مميزات للطفل. أول حاجة إيه هي الـ advantages to mother، إيه هي فوائد الـ breast feeding للأم؟ أول حاجة emotional association and developing good rapports with her child، إن الأم طبعا بترتبط عاطفيا بطفلها من خلال الـ breast feeding. prolongation of birth interval، لأن البريست فيدنج بيقلل من الفرتيليتي أو الخصوبة بتاعة الأم، فمبيخليهاش تحمل بسرعة من بعد الطفل الأول، فيبقى هي لما بتعمل بريست فيدنج بيبدأ عندها تقل، بتبدأ تقل الخصوبة بتاعتها ويطول عندها الفترة لحد ما تحمل تاني. تمام، يبقى كأن البريست فيدنج ده كونتراسيبتيف طبيعي، which have positive effect on lower both maternal and infant mortality، وده طبعا لما هيحصل هيقلل من احتمالات موت الأم وموت الجنين أو موت الأطفال الرضع. promotes uterine involution lead to decrease breast abscesses، الرضاعة بتقلل من احتمالية حدوث abscesses في البريست عند الأم، وكمان بيقلل من احتمالية إصابتها بالبريست والأوفاريان كانسرز. يبقى الادفانتجز كمان للأم برضو ميك نايت فيدز كونفينينت. يبقى ايه الادفانتجز بتاعة البريست فيدنج للمذر؟ ايموشنال اسوسيشن، الارتباط العاطفي، برولونجيشن اوف بيرث انترفال، بيعتبر كونتراسبتيف طبيعي، بروموتس يوتراين انفوليوشن، ليد تو ديكريزد بريست ابسيسز، لور ذا ريسك اوف بريست اند اوفاريان كانسر، اند ميك نايت فيدز كونفينينت. طيب
ايه هي فوائد البريست فيدنج للطفل او للبيبي نفسه؟ There is no better balanced formula than mother's milk which is suitable for the baby. يعني مفيش اي اكل هتقدر تقدمه للطفل من بره هيقدر ان هو يماشي نفس الفورميولا او التركيبه بتاعت لبن الام، لان لبن الام متركب بطريقه سبحان الله، يعني ربنا خلقه بطريقه ان نقول ان كل شيء خلقناه بقدر، تمام؟ فروح ربنا سبحانه وتعالى خالق لبن الام بطريقه ان هو متوازن في العناصر الغذائيه اللي محتاجها الطفل، تمام؟ بالانسد فورمولا، متوازن في العناصر الغذائيه اللي محتاجها الطفل، وهيقدر يوفر له النيوتريشن اللي يحتاجها. نو تشانس اوف كونتامينيشن، اللبن ده مفيش أي فرصة إن هو يحصل له contamination أو يتلوث ببكتيريا أو بفيروس. No chance of contamination. Protects baby from majority of infections، بيحمي الطفل من عدوى كتيرة، تمام، من الإصابة بأمراض معدية كتيرة، لأن كمان اللبن ده بيكون ليه bacteriostatic effects due to certain enzymes present in breast milk. لو الطفل ده اتصاب بأي بكتيريا أو حصل له أي انفكشن، اللبن ده هيشتغل كبكتيريوستاتيك، هيقدر إن هو يقضي على البكتيريا دي، وكمان بيحمي الطفل من الحاجات اللي بتسبب حساسية against allergies. كمان اللاكتوز اللي بيبقى موجود جوه اللبن لما الطفل بيبلعه في الجي اي تي، اللاكتوز ده بيتم تحويله لفيتامين بي، فيبقى الطفل بيحصل على فيتامين بي من خلال لاكتوز اللبن. اللاكتوز بينزل في بطن الطفل ويتحول لفيتامين بي والطفل يستفاد منه. وكمان اللبن بتاع الأم بيحتوي على فيتامينات تانية ومعادن تانية تعتمد على المذرز دايت، لأن في بعض الفيتامينات والمعادن اللي بتتغذى عليها الأم بتبدأ تنزل في اللبن بتاعها، فهي لو بتاكل كويس وبتاخد فيتامينات كويسة ومينرالز كويسة تبدأ تنزل مع اللبن وياخدها الطفل برضو. longer the duration of breast feeding، كل أما مدة البريست فيدنج تزيد، كل أما احتمالية إصابة الطفل ده بالأرتيريوسكليروزس في المستقبل هتقل. يبقى longer the duration of breast feeding the lesser chances of developing arteriosclerosis. طيب امتى الام تمنع البريست فيدنج، امتى ما نصحهاش ان هي تعمل بريست فيدنج؟ في حاجات ابسولوت وفي حاجات ريلاتيف. الحاجات الابسولوت ان هي ما ينفعش ترضع تماما، وفي حاجات ريلاتيف اللي هو لا، احنا نوقف الرضاعه فتره كده بسيطه وبعد كده نرجع تاني. طيب الابسولوت حاجات زي ايه؟ سيفيرلي مال نورشد ماذر، لو الام دي ما بتتغذاش تماما، لو الأم دي ما بتتغذاش تماما وعندها مال نيوتريشن قوي جدا. طيب ليه ده؟ لأن الرضاعة هتحط عليها حمل أكبر وحمل أكبر وممكن تعرضها للخطر، لأن هو الطفل شغال بيسحب منها لبن، بالإضافة إن هي ما بتتغذاش كويس فهي شغالة تفقد في عناصر غذائية فهتتعرض لخطر كبير. كمان كارسينوما أوف ذا بريست، لو في كانسر بريست ما ينفعش اني اعمل بريست فيدنج. لو الست او الام دي عندها بريست كانسر ما ينفعش ان هي تعمل بريست فيدنج. طيب في حاجات ريلاتيف، يعني فترة ما بتحصل الحاجة دي بوقف رضاعة وبرجع تاني اعمل رضاعة، الام دي بترجع تاني تعمل رضاعة. طيب ايه هي الحاجات الريلاتيف؟ mother suffering from tuberculosis، لو الأم دي عندها سل، عندها تي بي أو ضرر، لأن ممكن التي بي ينزل مع اللبن بتاعها ويتصاب بالطفل ويحصل له infection. كمان لو عندها ليبروسي جذام، أو لو عندها بريست أبسس أو خراج في البريست، لما يبدأ نعالجه بعد كده بنرجع نكمل بريست فيدنج طبيعي. طيب الفريكونسي اوف بريست فيدنج، الأم ترضع الطفل قد إيه؟ demand feeding is appropriate and beneficial to the baby than scheduling feeds. هو الاتنين مفيدين، يعني ان الام تبقى محددة ميعاد معين للطفل ده يرضع فيه، مثلا هترضعه مرة الصبح ومرة بالليل. طيب وكمان في demand feeding اللي هو كل ما الطفل يطلب او كل ما الطفل يبقى عايز ان هو يرضع تعمل breast feeding. الديماند فيدنج اللي هو كل ما الطفل يطلب
ده بيكون بينيفيشال اكتر ومفيد اكتر عن السكيدجولينج فيد. لكن برضو الام بتبقى ماشيه على الاثنين، بتبقى ماشيه على الديماند فيدنج والسكيدجولينج فيدنجز، اللي هو محدده له مع ميعاد معين في اليوم هتبدا تعمل له بريست فيدنج فيه، وكمان لو طلب الطفل زياده عن الميعادين دول برضو تبدا تقدم له بريست فيدنج. طيب ازاي يحصل good attachment in breastfeeding، أو إزاي تتم عملية ال breastfeeding بشكل جيد؟ The mouth of the baby is open wide, both nipple and areola pushed inside the mouth, the tip of nose and the chin of baby touch the breast, the baby's lip are turned outward. طيب بعد كده ال weaning أو الفصال أو الفطام. ال weaning doesn't mean sudden withdrawal، يعني ما تبقاش الأم قاعدة سنتين شغالة ترضع الطفل كده وبعد كده النهاردة خلاص أنا هفطمه مش هرضعه تاني، لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش ال sudden withdrawal of the baby from the breast. الموضوع ده بيكون gradual process، مرحلة تدريجية بتبدأ من أول ما الطفل يكمل 4 ل 6 شهور، بتبدأ إن الأم تقدم له أكل بجانب ال breastfeeding، تقدم له supplementary foods بجانب البريست فيدنج اللي هو الحاجات الزبادي والسريلاك والاكل الاطفال ده، بتبدا ان هي تقدمه له بجانب البريست فيدنج وتقلل من البريست فيدنج تدريجيا، تبدا تقدم له اكل وتقلل البريست فيدنج، تبدا تقدم له اكل وتقلل البريست فيدنج، لحد ما توصل لمرحله ان هي خلاص تتوقف عن البريست فيدنج تماما. يبقى الويننج ده بيكون جرادوال بروسيس وما بيكونش سادن withdrawal، بيبدأ امتى؟ من اول ما الطفل يكمل 4 ل 6 شهور ويفضل مكمل لحد ما الام تتوقف تماما. طيب كمان ال child services، اني اعمل registration of children along the year، ان الطفل ده لما يتولد اسجله في وزارة الصحة واطلع له شهادة ميلاد. periodic child care visit، لازم اخد الطفل ده اوديه للدكتور واعمل له زيارات دورية للدكتور عشان يبدأ ان هو يفحصه ويشوف صحته عامله ازاي ويعمل له بيريودك اكزامينيشن ويتاكد من صحته، وكمان الاميونايزيشن اني ادي له التطعيمات اللي محتاجها طبعا حسب الاي بي اي او الاكسباندد بروجرام اوف اميونايزيشن. طيب كوليكشن اند اناليسيس اوف ستاتستيكال داتا، طبعا زي ما خدنا في العملي بتاع الاتش اي سي اني ببدا اشوف الموربيديتي والمورتاليتي بتاعه الماترنال والتشايلد، بشوف الماترنال مورتاليتي والماترنال موربيديتي والتشايلد موربيديتي والتشايلد مورتاليتي والانفانت مورتاليتي، لان دي كلها حاجات بتوريني صحة الأطفال وصحة الأمهات في المجتمع بشكل عام عاملة إزاي. ولو كانت سيئة أو كانت المورتاليتي والموربيديتي دي معدلاتها زيادة، يبقى كده في مشاكل في الرعاية الصحية اللي بتقدم للمذرز أند تشيلدرن، ولازم أشوف إيه المشكلة اللي بتحصل وأهتم بيها وأحسن من الهيلث كير اللي بتقدم للأمهات والأطفال. طيب بعد كده عندي ال infant and child mortality، ال infant and child mortality الوفيات اللي بتحصل للرضع وللأطفال. طبعا دي كلها حاجات اتكلمنا عنها في العملي، ان neonatal mortality ان الطفل يموت في خلال اول شهر، post neonatal mortality من اول شهر لحد اول سنة، وال infant mortality ده اللي هو بيبقى البوست نيونيتال والنيونيتال، ان الطفل يموت خلال اول سنه، والتشايلد مورتاليتي من سنه ل4 سنين، واندر 5 مورتاليتي ان الطفل يموت تحت ال5 سنين، ذا probability اوف داينج بيفور ذا فيفث بيرث داي، يعني قبل عيد الميلاد الخامس. يبقى ان الطفل ده يموت قبل سن ال5 سنين. طيب بيقول لك هنا ان الاول كان الانفانت مورتاليتي والاندر 5 مورتاليتي كان نسبتهم كبيره، وبعد كده النسب دي قلت، مالكش دعوة بالأرقام. طيب causes of infant and child mortality، ايه هي الأسباب اللي ممكن تسبب infant and child mortality؟ أول حاجة acute respiratory infection، إن هو اتصاب ب acute respiratory infection، عدوى acute في الجهاز التنفسي، ودي بتسبب موت 25% من الأطفال تحت سن 5 سنين في ال developing countries. تاني حاجة الدايريا، الدايريال ديزيزز، ودي بتكون أكتر في الديفلوبينج كونتريز، يبقى إن يكون في دايريا
وإن يكون في congenital anomalies أو عيوب خلقية أو مشاكل خلقية، دي برضو بتسبب حالات كبيرة من الـ infant mortality. low birth weight، واتكلمنا عن الأسباب بتاعتها، الـ accidents الحوادث، ودي بتبدأ تزيد أكتر ما بين سن سنة لحد 4 سنين، لما الطفل بيبدأ يتعلم إن هو يمشي، بيبدأ إن هو يخبط في حاجة، يحصل له مشكلة في البيت. كمان لما يدخل في مرحلة ال4 سنين ممكن يبدأ ينزل الشارع بشكل بسيط، فممكن أثناء نزوله للشارع يتعرض لأي حادثة تحصل له. يبقى الأكسيدنتس بتزيد أكتر من سنة ل4 سنين. طيب يبقى نقول المشاكل تانية أو الحاجات اللي بتسبب infant and child mortality: acute respiratory infection بنسبة 25%، الدياريال ديزيزز، ودي بتكون أكتر في ال developing countries، الكونجنتال anomalies واللو بيرث ويت، وآخر حاجة ال accidents، ودي بتزيد أكتر في سنة الأطفال اللي سنهم من سنة ل4 سنين. طيب ايه ال preventive measures to reduce infant and child mortality؟ ايه الحاجات اللي تبدأ الأم إن هي تعملها عشان تقلل من احتمالية وفاة الطفل؟ أول حاجة ال breast feeding، طبعا الرضاعة شيء مهم جدا، لأن هي أول حاجة هتدي للطفل مناعة، فهتقلل معدل حدوث ال acute respiratory infection ومعدلات حدوث الدائرية، ودول أكتر سببين بيسببوا الوفاة. يبقى ال breast feeding هيمنع حاجات زي ال يبقى ال breast feeding هيمنع ال diarrheal disease وهيمنع ال acute respiratory infection، فعشان كده ال breast feeding مهم جدا. طيب كمان ال exclusive breast feeding in early life، لازم أنصح الأم إن هي تبدأ رضاعة الطفل من أول ساعة من لما يتولد، يعني الطفل ده اتولد، في خلال ساعة من الولادة لازم إن هو يتم البريست فيدنج بتاعه عشان يحصل على أول رضاعة في بداية حياته، وهي اللي بيكون فيها الكولوستروم أو لبن السرسوب، اللي هو بيبقى لسه نازل مع لبن الأم وهي لسه والدة. وبعد كده البريست فيدنج بيبقى فيد فريكوينتلي اند اون ديماند داي اند نايت، يعني ان الام دي تبدا تحدد مواعيد معينه للطفل ده ان هو يرضع فيها، مثلا مره الصبح ومره بالليل، ده كده الفريكوينتلي بريست فيدنج. وكمان اون ديماند، لما الطفل يبدا يطلب زياده عن كده تبدا الام ان هي تديله عند الطلب. فعشان كده البريست فيدنج بيقلل الفيرتيليتي وبيقلل المورتاليتي والموربيديتي بتاعه الطفل، وزي ما قلنا بيقلل من الفيرتيليتي بتاعه الام، فبيساعد على ان هي تعمل بيرث انترفال، وقلنا بعتبره كونتراسبتيف طبيعي. طيب كمان الاميونايزيشن او التطعيم، ادي الطفل ده التطعيمات اللي هو عايزها، طبعا اتكلمنا عنها في الاي بي اي، والتطعيم لأطفال كتير ده هيسبب حاجة اسمها هيرد اميونيتي أو مناعة القطيع، لما يبقى كل الأطفال متطعمين هيبقى كلهم عندهم مناعة ضد المرض ده، فيبقى عندهم هيرد اميونيتي أو اميونيتي اوف ذا كوميونيتي، يبقى كلهم عندهم مناعة ضد المرض ده، فبكون مناعة ليهم كلهم ضد المرض. طيب وكمان الدايت، الغذاء، ابدا اهتم بالسبلمنتيشن اوف ايرون وفيتامين اي وفيتامين سي للاطفال اللي هم بيرضعوا افتر 6 مانثز اوف ايج. دلوقتي ان الطفل بيرضع بياخد البريست فيدنج، بعد 6 شهور من ولادته لما يكمل 6 شهور ابدا اقدم له حاجات زياده من بره، عناصر غذائيه زياده من بره، عشان تبقى متماشية مع البريست فيدنج، لأن البريست فيدنج بعد فترة بيبدأ يقل شوية من العناصر الغذائية دي، فببدأ أقدمها له جنب البريست فيدنج. زي إيه؟ زي الأيرون، الحديد، وفيتامين إيه وسي ودي، فيتامين إيه وفيتامين سي وفيتامين دي والأيرون الحديد، دول ببدأ أديهم للأطفال الرضع بعد سن 6 شهور. كمان المذر إديوكيشن، طبعا اعلم الام وافهمها عن الهيلث سيرفيسز وامتى تستخدمها وامتى تروح للطبيب وازاي ترعى الطفل بتاعها وازاي تقدم له هيلث كير سليمه. The provision of adequate, appropriate and hygienic food, water, housing, clothing and healthy temperature، ان هي تقدم للطفل ده لما هي تبدا تعمل له ويننج بعد 4 ل6 شهور تبدا تقدم له اكل نقي وكويس ومطهر، وتقدم له برضه مية كويسة وهيجينيك.
وتكون ظروف الهاوسنج كويسة ما تعرضهوش للإنفكشن، ويلبس هدوم كويسة تريحه برضه ما تعرضهوش للإنفكشن، ويلتي تمبريتشر إن درجة الحرارة اللي يكون الطفل ده موجود فيها تكون كويسة وملائمة عشان ما يتصابش بأي أمراض. كده الحمد لله نبقى خلصنا محاضرة الـ Maternal and Child Health Care. أتمنى إنكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة أنه تجلس واحد وتعمل له عملية جراحية وأنك تؤلف أدوات خاصة لكل غرض أداة أبدع فيها المسلمون. وأول من كتب، يعني أول ريكورد عندنا أو شيء مكتوب في تاريخ البشرية لوصف دقيق لآلات بالمئات آلات جراحية، كان كتاب التصريف للزهراوي.